السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت أول آية نزلت على أمتنا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمنذ بدأ الخلق والإنسان مستمر في رحلة العلم والتعلم، عندما بحث عن الطعام تعلم الصيد وأتقن فنونه، وعندما بحث عن المأوى قطع الأشجار ونحت الجبال وواصل رحلته في التعليم حتى وصل إلى الفضاء كما نعلم. فلقاؤنا اليوم عبر البث المرئي هو نتاج للبحث والتطوير بالرغم من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية. ونرحب بكم جميعا في حفل تدشين الدفعة الثانية والثالثة من برنامج قطر للمنح الدراسية، منحة المستقبل الديناميكي في قطر الخاص بمؤسسة التعليم فوق الجميع. وأعرفكم بنفسي، أنا طالب علي عباس من طلاب الدفعة الأولى لهذا البرنامج، وأكمل حاليا سنتي الثالثة في جامعة ستندن قطر من تخصص إدارة الأعمال الدولية لكي أواصل رحلتي العلمية، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود لجهود القائمين على هذه البادرة الطيبة التي تجعل من التعليم دائما وأبدا فوق الجميع. وكما تساهم مؤسسة التعليم فوق الجميع في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف المبادرات في مجال التعليم لتمكين الأطفال والشباب ليكونوا أعضاء نشيطين في مجتمعاتهم وتجهيزهم لدعم التنمية المستدامة وتعزيز بيئات السلام والأمن والعدالة والازدهار. وكل ذلك يجري تحت جهود دولتنا الحبيبة قطر من دعم وتشجيع للمؤسسات التعليمية الخاصة بأنواعها في الجوانب القانونية والإشرافية وغيرها. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد أحد أبرز الجهات الداعمة لهذا البرنامج، وأود أن أدعو إلى سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف ليرحب بكم ويلقي كلمته. يعطيكم العافية الشيخ خالد، يشرفني تواجدك معنا في هذا الحفل. الله يعافيكم وشكرا على هذه الاستضافة. واليوم أنا يعني أقدر أقول من أسعد الناس في يعني تواجدي في هذا البرنامج، وأن يكون ضمن فريق عمل هذا البرنامج اللي تشرفنا فيه حقيقة، واللي اليوم نشوف ثماره، وكل عام إن شاء الله نشوف ثماره تزيد والله يبارك فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا اذا القي كلمتي اليوم عن هذا البرنامج الرائع، فبعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد فان الله رفع اهل العلم في كتابه، فقال سبحانه: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فجعل زياده العلم رفعه في المقامات والدرجات، بل بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خصيصه يشترك فيها الوقف والعلم، وهي أنهما مما يبقى أجره للإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واليوم نحتفل بدفعة جديدة من طلاب العلم الذين نستشرف أن تكون لهم بصمة في قابل الأيام لرفعة شأن الإسلام، وذلك بالتزود بالعلم النافع وحمل راية العلم والمعرفة ونشرها، لتستمر بهم الصدقة الجارية ويستمر بهم العلم جيلا بعد جيل. ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر جميع الشركاء في هذا المشروع، وخاصة مؤسسة التعليم فوق الجميع، وكذلك الواقفين الكرام الذين أوقفوا على المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والذين نرى اليوم جزءا من ثمار أوقافهم المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخو الكريم، أخوي الكريم، بارك الله فيكم. الصوت أخوي، الصوت مو ظاهر. نشكر لك سعادة الشيخ خالد على كلمتك الملهمة، وننتقل الآن إلى كلمة الدكتور سالم النعيم رئيس كلية شمال الأطلنطي ليلقي بكلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم الثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشيخ سلمان بن حسن الثاني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مؤسسة قطر، السيد فهد الصيطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، الطلاب وأولياء الأمور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمحوا لي أن أبدأ مداخلتي باقتباس من أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال في قصيدته: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشأ أنفسا وعقولا. وهنا كان يتحدث الشاعر عن المعلم، ولكننا نجل اليوم ونضيف إلى المعلم كل فرد ومؤسسة وعامل مد يده لنشر العلم والمعرفة من حوله. وكم نكن كل التقدير والاحترام إلى مؤسسة قطر ومبادرة التعليم فوق الجميع وكل الشركاء المساهمين الذين يعملون من دون كلل لكي يكون الحق في العلم متاح للجميع دون استثناء. لقد جعلت دولة قطر العلم والتنمية البشرية أحد ركائز رؤيتها الوطنية واقتصادها الذي تبنيه بالمعرفة، وهي تعي أهمية نشر العلم بين المواطنين والمقيمين الذين تكامل أدوارهم في بناء مستقبل مشرق لوطننا الحبيب. ولا يقتصر عمل قطر على الصعيد المحلي، إذ من خلال مبادرات مؤسسة قطر وشركائها يصبح يوما بعد يوم العلم متاحا للجميع ومهما اختلفت الأماكن والظروف. أخواني وأخواتي، التعليم عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وفي خلق مجتمع مبتكر يطور من مهاراته ويقود بلاده إلى أعلى المراتب. ونحن في كلية شمال أطلنطي في قطر نؤمن بأهمية دعم المبادرات التي تسهل وصول مختلف الفئات إلى التعليم، ونفخر بكوننا أحد الشركاء في هذه المبادرة الراقية التي توفر العلم لكل من يطلبه وضاقت به سبل الحصول عليه. كذلك نفرح برؤية الطلاب المثابرين الذين حصلوا اليوم على المنح، والذين بموهبتهم وذكائهم سيصبحون بإذن الله رواد النمو والتطور في المستقبل القريب. أتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم. شكرا دكتور سالم على هذه الكلمة، وشكرا لكلية شمال أطلنطي على مواصلة دعم الطلاب في مجال العلم والتعليم. مؤسسة التعليم فوق الجميع لها دور كبير في إنجاح هذه المبادرة، فيشرفني أن أدعو السيد فهد الصليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع. يسعدنا تواجدك معنا اليوم سيد فهد، الكلمة لديك. شكرا أخ علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكر شركائنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤسسة قطر، كلية شمال أطلنطي، والمؤسسات التعليمية الشريكة، وجميع الحضور اليوم. وبالأخص أود أشكر أولياء الأمور والأسر الطلاب المستفيدين من المنح على حضورهم، وبارك لهم لحصولهم على هذه الفرصة إن شاء الله تكون فريدة. وأود أيضا شكرك أخ علي على الحضور المتميز، فأنت خير مثال لما نطمح أن يكون عليه طلابنا في منحتنا إن شاء الله. على مدار العامين الماضيين ومنذ آخر حفل تشدين، عملت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع شركائها على توفير 59 منحة دراسية إضافية لمختلف الطلاب المستحقين من أكثر من 20 جنسية مقيمين في دولة قطر، ليصل عدد المنتفعين من المنحة إلى 90 طالب وطالبة. اليوم نحتفل بمنح طلابنا الجدد فرصة الحصول على تعليم جامعي ذو جودة عالية في مؤسسات تعليمية متميزة في الدولة، ليتمكنوا من أخذ مكانهم في المستقبل كأعضاء ناجحين ومنتجين ومؤثرين في المستقبل قطر النابض إن شاء الله. هنا تبدأ المسيرة. فبرنامج قطر للمنح الدراسية منحة المستقبل الديناميكي هي مجرد بداية لرحلة طويلة من تطوير الذات والعمل الشاق والمبادرات الجادة والنافعة للطلاب والزملاء ومجتمعاتهم. كلنا إيمان أن العمل بجد هو سبيل تحقيق الإنجازات واستحقاق النجاح، لذلك أهن المؤسسات التعليمية الشركة وطلابنا المجتهدين على تفوقهم. فبالرغم من الصعوبات التي يمر بها والتحديات جائحة كورونا، استطاعوا الحفاظ على المستويات عالية من التقديرات والمعدلات التراكمية. نتطلع دائما في مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى مبادرات الاستثمار في الأجيال الناشئة والتمكن الشباب لتتوج مباثرة الطلاب بالنجاح. من الضروري توفير فرص العمل والتوظيف المناسب لهم ليكون جزء من النهضة دولة قطر الحبيبة إن شاء الله. أتمنى للطلاب الجدد التوفيق الدائم والسداد في خطواتهم المستقبلية. نهني الجميع ونشكر الدكتور سالم والشيخ خالد على حضورهم والشيخ سلمان، شكرا جزيلا. يعطيكم العافية ونشكرك على كلمتك الملهمة. من مؤسسة قطر فونديشن يشرفني اليوم أن أدعو سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني رئيس التنفيذي للشؤون المالية. الكلمة لكم سعادة الشيخ سلمان. السلام عليكم أخي علي، يعطيكم العافية. ما
أشكر الأخوان على كلماتهم، الأخوي فهد الشيخ خالد والدكتور علي. السلام عليكم جميعا، سعدني أن أكون معكم اليوم لاحتفال بتوزيع منح الدفعة الثانية من برنامج مستقبل الديناميكي في قطر، مخصص لمساعدة الشباب قادرين على إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم سواء على مستوى قطر أو مستوى العالم بأسره. وتعتبر هذه المنحة التعليمية وما تحملها اليوم من فرص واعدة لطلاب مؤسسة قطر الفائزين بها ثمرة مشاركتها مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، ما يجسد معنى مشترك بين التعليم الجيد وحق من حقوق الإنسان، ويؤكد التزامنا أيضا على تخطي كل الحواجز التي قد تقف في طريق التعلم والتنمية البشرية والسعي نحو المعرفة. لطالما آمنا بأن التعليم هو حجر الأساس لأي مجتمع قوي ومستدام، ويزداد إيماننا بذلك عندما تظهر فوائد التعليم في مجتمعاتنا وأوطاننا. ومن أجل الحفاظ على هذه المكتسبات وضمان استمراريتها، لابد أن يكون التعليم الجيد في متناول الجميع بغض النظر عن الجنسيات والثقافات والأوضاع المعيشية. إن حرصنا في مؤسسة قطر على توفير التعليم الشامل للجميع، وزارة العراقيل التي تعترض مسيرة الشباب مع تحقيق أهدافهم وإطلاق قدراتهم، دفعنا إلى تطوير مجموعة من المنح التعليمية واستحداث المساعدات المالية التي تساندهم لكي يكون جزءاً من تجربة تعليمية عالية الجودة وهادفة، والتي تتوفر في جامعات المدينة التعليمية التي تحتضن الطلاب الموهوبين من كافة أنحاء العالم. من استثمارنا بالشباب عبر التعليم واستثمارنا أيضاً بالمستقبل، وفي ذلك مدعاة للفخر، حيث سنشهد على ما سيحققه هؤلاء الطلاب من إنجازات في حياتهم ومجتمعاتهم. ونحن على يقين أيضاً بأن فخرنا سيزداد بطلاب مؤسسة قطر الذين يتلقون اليوم منح المستقبل الديناميكي وينطلقون معاً لإحداث التغيير. بالنيابة عن مؤسسة قطر أهنئكم جميعاً وأتمنى لكم كل التوفيق في دراستكم ومساعيكم وفي رحلتكم في طلب العلم التي تنتظركم، وشكراً. كلمتك سعادة الشيخ سلمان، ونتمنى دائماً الدعم للطلاب لتحقيق أهدافهم من المؤسسة. لكل أهدافه وطموحاته لبناء مستقبل زاهر له ولمجتمعه لما فيه من نهضة الأمة والبشرية بصورة أشمل. قبل 3 سنوات كنت أحد الطلاب من حصل على هذه المنحة، واليوم تأتي دفعة جديدة من طلاب منحة المستقبل الديناميكي لتستمر عجلة التنمية والبناء. ننتقل الآن إلى أحد طلاب هذه الدفعة من جامعة قطر، الطالب خالد بركة، ليحدثنا أكثر عن تجربته. أخوي خالد، الكلمة لديك. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر بالنيابة عني وعن باقي الطلبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة التعليم فوق الجميع على دعمهم لنا وتوفير هذه الفرص القيمة للشباب. معكم الطالب خالد بركة من جامعة قطر، طالب في كلية الهندسة تخصص الهندسة الكهربائية، ومتشوق لأن أتحدث في هذا الحفل ولهذا الحشد الكريم، وأشكركم على إعطائي هذه الفرصة. بدأت الحكاية منذ الطفولة، حيث الأحلام التي لا حدود لها. عندما كان أقراني مشغولين باللعب، كنت مشغولاً بتغيير العالم. ولكن ما هو العالم في نظر طفل صغير، سوى ما تراه عيناه من أشياء صغيرة في محيطه؟ كنت أحب بناء الأشياء وتفكيكها وإعادة تركيبها، وهكذا كنت أستطيع تشكيل عالمي كما رأيته بالشكل الذي أريده. ظننت في البداية أن هذا يعني شغفاً بالهندسة المعمارية، ولكن سرعان ما أدركت شغفي بتخصص الحالي وهو دراسة الهندسة الكهربائية. فقد ألهمني الكثير من العلماء الذين اخترعوا الأمور التي نستخدمها بشكل روتيني ويومي كأجهزة الحاسوب والهاتف المحمول، والتي أصبح لا غنى لنا عنها. فاشتعل فيني شغف لأن أكون مثل هؤلاء العلماء، إنساناً قادراً على الإبداع وتاركاً بصمة في حياة الناس. وها هنا قد أتت فرصة هذه المنحة التي ساعدتني بشكل لا يمكن تصديقه، فوفرت لي فرص كإكمال دراستي الجامعية في قطر في جامعة قطر، ووفرت لي الدعم المادي والمعنوي اللازمان للدراسة، حيث تضمنت ورش تدريبية واجتماعات مع القائمين على هذه المنحة لضمان قدرتنا على التأقلم مع متغيرات الحياة الجامعية، وأيضا مساعدتي لإكمال طريقي الجامعي وأن أتخرج بمرتبة عالية وأستطيع تقديم كل ما بوسعي لتحقيق طموحي. كما فتحت هذه المنحة آفاق اجتماعية جديدة، فتعرفت على أصدقاء والزملاء الجدد وكثير من هذه المجموعات الطلابية النشيطة في كافة المجالات. أما عن استثماري في دراستي الحالية للمستقبل،
فهناك العديد والعديد من الخطط المستقبلية، وبالطبع كيف لا أرد الجميل للدولة التي ساعدتني على النهوض وأخرجت أفضل ما فيها حتى أستطيع تحقيق النجاح في المجال الذي اخترته. ومن تطلعاتي أن أرفع اسم قطر عاليا في مجال الهندسة والطاقة المتجددة، والتي ستكون بإذن الله جزءا من نهضة قطر في هذا المجال، كما وضعتها الرؤية وهي رؤية قطر 2030 الركيزة الرابعة، وهي طاقة متجددة، وأيضا تعد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما لا أنسى أن أذكر زملائي في هذه المنحة بأنها ليست إلا الخطوة الأولى في طريق الطموح والنجاح بحول الله وتوفيقه. لذا أوصي نفسي بالجد والاجتهاد واستغلال الأوقات فيما ينفع، كما أوصانا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وأخيرا أختم بتأكيد شكرنا وامتناننا جميعا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقائمين على هذا الحفل والحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، شكرا أخوي خالد، ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك العلمية. ننتقل كذلك إلى إحدى طالبات المنحة الذين التحقوا بجامعة كالجاري، الطالبة رشدة سارنج. ويلكم رشدة، would like to know more about you. The mic is yours. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. My name is Rushda Sarang, and I'm a second-year nursing student at the University of Calgary in Qatar. I was awarded the Education Above All Scholarship last year. Since childhood, I've always dreamt about being a teacher. Now being 20 years and a second-year nursing student, I still believe that I will help to teach people through nursing. As a nurse, I can teach my patients self-dependency, and also in future, I can work towards teaching nursing as a professor. The role of education has been a significant part of my life. Growing up, I witnessed a lot of changes taking place around me, how people give importance to education, the importance that it deserves, how education helped people achieve their dreams, gain independence, and provide for their families, and also help their communities. Especially talking about gender roles, I think we all can agree in the last decade, there has been an immense increase in the number of girls being educated. After my high school, I had to wait for a year because, to be honest, universities over here are expensive and I could not afford to go to one. But I was able to apply for the Education Above All Scholarship, which gave me the chance to study at the University of Calgary, which opened new doors for me. Without the Education Above All Scholarship, I wouldn't have had all the opportunities that I have now, the opportunities, the skills, to progress as a human, the ability to interact, the social circles. I would have missed all this, and I might have done some short-term distance courses for namesake, and that couldn't have added much value to my development. I will forever be grateful to this scholarship and AQAF to help me to make me reach my potentials. And alhamdulillah, I have my names on the dean's list, and I will continue to work hard. Whenever I think about this scholarship, I think about giving it back because I think it's a circle that we need to continue. I hope that one day when I am capable, I make sure that I would support someone, at least one individual's education, so that they may get what I was able to achieve, and in turn they help somebody else, and that keeps going. And also besides this, I think as a nurse, I will be able to invest back into the community and the economy's well-being. Thank you very much. Thank you, Rushda. We wish you all the best in your journey. لم يقتصر هذا البرنامج على دعم الطلاب المحليين فقط، وإنما ذهب إلى القارة السمراء بالتحديد من نيجيريا. أكملت دراستها الثانوية في الجزائر، والتحقت بالأكاديمية الأفريقية للقيادة في جنوب أفريقيا، والآن تواصل تحقيق حلمها كطالبة بجامعة جورج تاون. لنتعرف أكثر على الطالبة فاطمة يونس. فاطمة، we'd like to welcome you to Qatar first and to this ceremony. Fatima, the floor is yours. Fatima? Thank you, Ali. Good afternoon, ladies and gentlemen. If you ask my parents how I was as a child, they'll tell you that I was curious, empathetic, and kind. Some sources even say I was a little bit of a handful,
but I try not to pay attention to fake news. One of my earliest memories is of a particularly hot afternoon. I was on a trip with my dad when I spotted a woman and her child begging for money. Unfortunately, I was unable to draw my dad's attention to them in time, and as we drove past, I cried. More than anything, I truly wanted to help. Now, because I do not have perfect memory, I cannot tell you exactly what my dad said to me. But it was something along the lines of, Fatima, you're still young. If you really want to help, you need to go to school, work hard, and ensure you become somebody capable of making change. I grew up making sure to play an active role in bettering every community I belonged to. In secondary school, I joined clubs committed to social advancement and served as a support system for my peers. Yet, when the time came for me to go to university, I did not feel like I had acquired the tools that I needed to become the leader that I aspired to be. It was then that I discovered the Africa Leadership Academy in South Africa. It was everything I wanted. A school dedicated to creating the next generation of transformative African leaders. As with most high-quality educational institutions, it was expensive. But this does not serve as a barrier for me because I was lucky to receive financial aid. I walked into that school as a girl with big dreams, and I walked out as a woman with better articulation, a large network of like-minded young leaders, and most importantly, a clear mission. I want to aid in the betterment of marginalized women in Nigeria and the African continent. شكرا فاطمة على هذه الكلمة. مرت 3 أعوام منذ الفوج الأول، والطلاب يواصلون تعليمهم في مختلف المجالات. ولمزيد من التحفيز للطلاب نود أن نعلن أسماء المتفوقين منهم. من جامعة كالجاري الطالبة ثريا عمر عثمان، ومن جامعة كلية شمال الأطلنطي الطالبة شبيبة شهاب الدين، ومن جامعة كلية شمال الأطلنطي كذلك الطالب أسامة عبد الحق. نتمنى لهم مواصلة التميز، ولبقية الطلاب كذلك أن يكون تحفيزا لهم. ننتقل الآن إلى جوهر هذا اللقاء، وهو تدشين الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج المنح الدراسية. فلنتابع. المستفيدين من برنامج قطر للمنح الدراسية منحة المستقبل الديناميكي في قطر هم الطلاب من جامعة قطر: عبد الرحمن عمورة، عبد الودود أيدا، عبد الرحمن القديمي، عبد الرحمن علي، أحمد السميني، عنود سبيل، أسماء بحبارة، أسماء قيام الدين، حمد امتياز، حسن خان، خالد بركة، خلود حسن، مها البازلي، مهدي محمد مهدي، محمد حماد، محمد أمان، صفية السيد. الطلاب من جامعات مؤسسة قطر: عبد الله الكبلاكي، فرح شبير، مصطفى فرج، سعد الدين حسين. الطلاب من جامعة ستندن:
عبد الرحمن أشرف، شالبان الحسين، فراس أبو غوش، حمزة السويسي، صاعقة فرحين، وليد زمان. الطلاب من جامعة كالجاري: عبد الله عبديني، آلاء محمد، أريزو شنبزادة، إدريس باشا، زاهد الحسن، خديجة عمر، رشدة سرنج، شيماء بخش، ثريا عمر عثمان، تقوى حامد، يسرى إدريس، زينب عيسى. الطلاب من كلية شمال الأطلنطي: عبد الرحمن علي، أحمد سرفراز، عنود عباس، أيمن رمضان محمد، فريحة زمان، هناء موسى، حسناء أشرف، مريم عباس، ماهر شهريار سعيد، منير بونيسيري، نجلاء زهير، أسامة عبد الخالق، رغدة عامر، صابرينا أختر، صفاء عبد الستار، شبيبة شهاب الدين، سعود باجبير، تواسين المسعود، وعد عمارة، زيشال محمد قاسم. في الختام نود أن نخص بالشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على دعمهم المستمر، والشكر موصول للجهات والمؤسسات الداعمة، ونشكر سعادة الشيخ الدكتور خالد الثاني والدكتور سالم النعيمي، سعادة الشيخ سلمان الثاني والسيد فهد الصليطي على تواجدهم وتحفيزهم للطلاب، والقائمين أيضاً على نجاح هذا البرنامج، والشكر موصول للحضور وأولياء الأمور، ونتمنى التوفيق للطلاب في مسيرتهم، ونتمنى أن نلقاكم في مناسبات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، موفقين إن شاء الله، شكراً. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله يكتب لكم الأجر والمثوب. مشكورين يا الشيخ، مع السلامة. دكتور سالم، سلمان، علي، يعطيكم العافية، أولياء الأمور يعطيكم العافية، نشوفكم طلابنا، الله يحفظكم إن شاء الله، مشكورين. جزاك الله خير أخوي فهد، ما قصرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم وميزان حسنات كل من عمل فيه، ويبارك في الطلبة هذين إن شاء الله، نفرح فيهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. إحنا إن شاء الله في رمضان، اتفقت أمس مع الشيخ، إن شاء الله في رمضان بيكون في نفس حفل تكريم للطلاب إن شاء الله، بيكون تحت رعاية الشيخ إن شاء الله تحت وزارة الأوقاف بإذن الله، فبيكون على تواصل مع الطلاب ومع الجماعة إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.